نهر يجري في تجمع العظماء، ترسم مجراه القارات المتجاورة ليربط بعضها ببعضها الآخر ويصل الهند بآسيا. مياهه المتدفقة أو المتجمدة القوية جداً تحول أكبر جبال الكوكب إلى غبار وتفتتها تماماً. تنحدر من أعلى جبال العالم، تتجه نحو أكثر السهول انخفاضاً، تغذي التنوع المبهر على طول الطريق. وتقيم صلة بين طيف رائع من الحضارات. يقدم هذا التدفق المائي الهائل الغني بالطمي والرمال الغذاء للملايين المتجمعين في أعظم دلتا ساحلية في العالم.